إمام مسجد في سطيف اللي هو اسمه الشيخ عمر بن زاوي. أنا بصراحة لم أتابع الموضوع ولم أقرأ عنه بكل صراحة، ما سمعتش والله ما سمعت. حتى نبهني اليوم أخ من الإخوة قال لي يا بن سديرة أنت ما تحبش الظلم وما تحبش يعني الفوضى والتعسف، كاين قضية راهي شغلة الرأي العام وانت ما تكلمتش عليها. قلت له واش من قضية؟ قال لي قضية إمام سطيف. قلت له واش بيه هذا الإمام أنا ما سمعتش. قال لي كاين قضية هاوش كاين حكالي. قلت له لازم نسمع. أعطاني روابط سمعت. سمعت ما قاله المدعو جنيدي عسكري مواطن من مواطني ولاية تيارت بلدية قصر الشلالة. سمعت واش تكلم في برنامج اسمه خليها على ربي، برنامج على قناة النهار، وتابعت ماذا قال. ومن أول وهلة، من أول ما سمعت هذا جنيدي عسكري خذيت انطباع وخذيت فكرة عامة، لكن كملت قلت خليني نسمع. كما يقولوا الناس نوصلوا الكذاب باب دار، بقيت نسمع. ثم سمعت رد الإمام اللي هو الشيخ عمر بن زاوي، رد الإمام في خطبة من خطب اللي دارها نظن خطبة منش عارف خطبة الجمعة ولا مهم خطبة، فيديو سمعته يتكلم ويقول ها هو ردي على ما حدث وما قيل عبر منبر قناة النهار. الأولى للوهلة الأولى بصراحة قلت لكم سمعت اثنين، نقدر نقول بدون مقدمات أن الإمام كان صادق فيما يقول، والإمام كان واضح وصادق وبريء حتى يثبت العكس. بينما المدعو جنيدي عسكري من الوهلة الأولى اكتشفت، أو يعني ما نقولش اكتشفت يعني حسيت حدث أنه كذاب، أنه كذاب. الآن عندي أنا ثلاث محاور في هذا القضية اللي نناقشه، كل محور نخصص له كما يقول لك الناس وقت ونتكلم عليه. نبدأ بالنقطة الأولى. واحد يسألني يقول يا بن زديرو علاش تقول باللي هذا المدعو جنيدي عسكري من قصر الشلالة كذاب؟ لأنه لما سمعته يتكلم يقول أنه عندي بنتي مريضة ربي شافيها، وشفنا البنت اللي بالفعل مريضة مصابة بشلل لأنه أصيبت بحمى وأصيبت بشلل. يقول اتصلت بأطباء وقالوا لي علاجها يكلف 22,000 دولار وأنا ما عنديش، حبيت نجمع المبلغ هذا. نصحوني ناس قالوا لي روح لسطيف كاين إمام معروف في التيك توك راهو يتكلم وكذا 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 ويدير الخير وكذا، روح لعند الإمام هذا وهو يجمع لك المبلغ ويعاونك. قال رحت لسطيف بالخميس، وصلت لسطيف بالخميس بايت برا، والجمعة الصباح كنت في المسجد وقابلت الإمام وقلت له نقعد نصلي الجمعة، قال لي أوكي مرحبا وقعدت وكذا وكذا وكذا. أول ملاحظة اللي لاحظت هنا أنه السيد هذا يكذب، يعني كيفاش يروح لسطيف هو وبنت مشلولة معاقة ويبات في الخلاء، لأنه هو قال بت برا. أولا سكان سطيف بكرمهم وبسخائهم وسطيف العالي وناس الكرم والجود، مستحيل يخلوا واحد مع بنته ومشلولة معاقة يبات في الخلا، مستحيل. في فرنسا وفي بريطانيا وما يخلوش واحد مع طفلة ومريضة يخلوه يبات برا، مستحيل. إذا ما تدخلوش المواطنين تتدخل مصالح الأمن. يعني هذا المواطن تاع قصر الشلال حب يفهمنا بلي واحد ما فيه رحمة ربي في سطيف.
لا مواطنين شرفاء ولاد حلال في سطيف تكفلوا به، ولا مصالح الامن، لا شرطه ولا درك ولا امن مخابرات ولا سورتيه. واحد ما شافوا بلي راهو بايت في الخلا هو وبنته وخلوه بايت في الخلا، شيء مش منطقي، شيء مش منطقي. على الاقل اذا كان الناس ما وقفوش معاك يجوا لابوليس فايتين في الليل، دوريه تاع الشرطه سطيف معمره بالبوليسيه، سطيف مدينه كبيره فيها كاميرات مراقبه فيها الشرطه فيها، يجوا فايتين يلقاو واحد بيته هو بنته يسالوه واش راك دير، يشرح لهم يدوه بيته عندهم، يدوه لوتيل، يدوه الحمام، يدوه الجامع، يتكفلوا به. الرحمه ما زالت في قلوب الناس. اذا الملاحظه الاولى انه هذا يا جنيدي عسكري اللي لاحظته هو انه كذاب. قبل ما نسمع قضيه الدراهم قلت هذا يكذب في سطيف ويبات في الخلاء قدام الجامع وواحد ما يحوس عليه ويستنى حتى الصباح باش يصلي الجمعه ومع بنته مشلوله مسكينه معاقه، ما دخلت ليش في راسي، ما دخلتش في راسي، ما ركبت ليش. كملت نسمع. يقول انه في الجمعه في ذاك النهار جمعوا له 6 ملايين و700، حسبهم هو 6 ملايين و700 لانه قبضهم بيده. ويقول بلي الامام ما عندوش خبر، يعني ما مسهمش، على باله بلي جمعوا له لكن ما عندوش خبر قداش المبلغ. وهنا في هذا الكلام ممكن صادق. كم المبلغ واحد ما على باله، لانه هو اللي جمع الدراهم، قادر يكون اكثر من 6 ملايين و700، قادر يكون اقل الله اعلم، لانه هو اللي جمع الدراهم. لكن ما قالش بلي الامام هو اللي شدهم لي، قال بلي انا اللي شديت الدراهم، واحد عطاني 100، واحد 200، واحد كذا، انا جمعت لقيت 6 ملايين و700. ادى بنتو راح ثم عاود رجع لانه مازال طامع يزيد يجمع المبلغ. جا الامام، الامام ثاني مسكين شافه وغاض وحال الطفله وبكى وكذا كذا، قال له خلاص انا نجمع لك دروك، نشوف مع ناس الخير نجمع لك، جمع له مبلغ قدره 20 مليون واعطاهم له. وقال له روح الا كش ما زدت جمعت لك، والله زدت شفت ناس الخير كش ما رجال اعمال يجمعوا لك، راني نكلمك ونقول لك روح ادي المبلغ. الامام ما كلموش، ممكن ما جمعش، ممكن ما انسى، ممكن اصطدم بقرار من مدير الشؤون الدينيه مثل ما سمعت الامام يقول، قالوا له ممنوع. هو في الحقيقه ممنوع، نعرفوا انه كاين قوانين في الجمهوريه منع جمع التبرعات، ممنوع افراد اللي يحب يجمع لازم تصريح رسمي جمعيه هلال الاحمر الجزائري او جمعيه معتمده خيريه او كذا، بتصريح رسمي من السلطات المعنيه الامنيه والاداريه يجمع مبلغ ويعطي الواش راح يجمعوا حساب وكونطا لازم. اذا الامام ارتكب خطا. الامام هذا اللي اسمه الشيخ عمر بن زاوي ارتكب خطا وهو يعترف، يقول انا غلطت، المفروض ما نجمعلوش، ممنوع نجمع، لكن انا غاضني، يبكي الحجر، جاي يبكي لي هو وبنته وكذا كذا، اثر فيا، درت نداء وجمعنا له مبلغ. إذا الإمام ارتكب خطأ بالرغم من أنه نيته صافية وصادقة، لكن من الناحية الإدارية ارتكب خطأ، وهذا بينه وبين مديرية الشؤون الدينية التي أصدرت قرار بمنع جمع التبرعات. لكن فيما بعد الأمور تطورت أنه هذا المواطن اللي هو جنيدي عسكري راح رفع دعوة قضائية في أمام دعوة قضائية أمام مصالح الأمن، هو يعترف يقول بلي رحت شكيت به عند الشرطة، شكيت به عند الدرك الوطني، شكيت عند الشرطة، شكيت عند الدرك الوطني، قدمت شكوى بتهمة النصب والاحتيال، السيد رحت يجمع لي لبنتي وجمعه ما عطانيش دراهم. سؤال أو نكملوا القصة، يقول أنه جمع لي 450 مليون وداهم لي ما عطاهم ليش. السؤال مطروح، أنا السؤال المطروح اللي نطرحه الآن للجنيدي عسكري، كيفاش عرفت بلي السيد جمع لك 450 مليون؟ كيفاش عرفت بلي جمع لك 450 مليون؟ حسبتهم معاه؟ والله الإمام قال لك جمعت 450 مليون، أو شخص كان يجمع مع الإمام وقال لك بلي أنا جمعنا 450 مليون والإمام راهو بلعتك وداهم لك؟ هذا هو السؤال المهم. من أخبرك بأن الإمام جمع 450 مليون؟ علاش ما قلتش 500 مليون؟ علاش ما قلتش 440؟ علاش ما قلتش 400 مليون؟ علاش ما قلتش مليار؟ علاش قلت 450؟
يعني بالدقة حسبتهم 450. الأولى صدقناك، أو نتكلم على نفسي، أنا صدقتك كي قلت 6 ملايين و700. صدقتك لماذا؟ لأنك تجمعتهم بيدك، أنت جمعت الدراهم وحسبتهم وقلت لنا 6 ملايين و700، إذا نصدقوك لأنك أنت اللي جمعت. لكن في القصة الثانية تقول بلي الإمام جمع 450 مليون وما عطاليش، والإمام يقول جمعت 20 مليون وعطيتهم له، هنا تولي فيها إنا وأخواتها. أنا قلت لكم البداية أنني حسيت وعندي حدث أن الإمام صادق فيما كان يقول، الإمام صادق، بينما المواطن هذا يا الجنيدي للأسف الشديد كذاب، تاجر بالقضية تاع بنته اللي ربي شافيها. كان من المفروض لو كان جا في حل، ولو كان جا صافي، ولو كان جات نيته صادقة، حتى وإن كان الإمام جمع صح مبلغ وعطى له 20 مليون يرضى بالمكتوب اللي عطاه له ربي ووكل ربي. قال الإمام لك لا لي حق بنتي، نوكل عليه ربي وربي يرزقك، لأنه هذا مش حقك، ما تعبت عليه، ما عرقت، ما ضربت البالا والبيوش، ما أنت وش درت حتى أنه. لنفترض أن الإمام بالفعل راه جمع مبلغ مالي، لنفترض أنه جمع مبلغ مالي وما عطاه لكش، لكن لا تملك الدليل، لأنه كاين فرق ما بين تملك الدليل أنه جمع 450 مليون وداهم الإمام، وتملك دليل أو شهود. في الحالة هذه ما تسمعش في حقك، لأنه بالفعل حق بنتك والناس تبرعوا لك أنت، وبالتالي تروح تقدم شكوى رسمية مرفوقة بأدلة. لكن في الحالة الثانية أنك قالوا لك والله شكيت والله كذا وما عندكش دليل، توكل ربي. قال يا أخوي إذا كان جمعت أنت مبلغ مالي وما عطيتليش نوكل عليك ربي. لكن لما تكون عندك نية خبيثة، تكون عندك نية خبيثة مع سبق الإصرار والترصد، تروح تقدم شكوى عند الشرطة وشكوى عند الدرك، في الحالة هذه معناتها راك هنا ما درتش ثقة في مصالح الأمن، لأنه منطقيا قدمت شكوى عند الدرك خلاص، واش داك لابوليس؟ خلي الدرك يخدموا خدمتهم ويروحوا يديروا التحقيق. هنا في الحالة هذه راه عندك سوء النية مع الإمام ومع المتبرعين ومع حتى مصالح الأمن. قال رحت لابوليس قدمت شكوى، وزدت رحت للجدرمية قدمت شكوى، معناتها إذا كان الجدرمية لعبوها لي لابوليس، قلت لابوليس، لابوليس يمشوا معايا، يعني البوليسية يمشوا معايا أو الجدرمية، المهم يا هذه القمر نروح منه ومنه. هذه نية خبيثة، سوء النية، لأنك كان من المفروض تروح لمصلحة أمن وحدة، يا الشرطة تقدم شكوى يا الدرك وتنتظر. سوء النية الآخر اللي هو أكبر وأخطر، أنك أنت قدمت شكوى عند مصالح الأمن المختصة، ومن بعد تروح لقناة النهار يدوك شما واحد ولا أصحاب النية السيئة والنية الخبيثة، يدوك لقناة النهار باش يديروا التشهير ويديروا الإثارة. وقناة النهار هذه وسموها خليها على ربي، هذه المقدمة تاع البرنامج اللي ربي سامحها، هذا برنامج نتاع أبي فوق الشجرة واغتصبني تحت الطاولة وباسني فوق السطح، هذا البرنامج هذا اللي بصراحة لما شفت لقيته برامج بذيء. وهنا نتكلم على سلطة سمعي البصري، ونتكلم على وزارة الاتصال، نتكلم على الزريب، على الكوري اللي دائما نتكلم عليه. هذه المنشطة هذه اللي ارتكبت جريمة، هذه المنشطة تاع برنامج خليها على ربي في قناة النهار ارتكبت جريمة في حق الإعلام، في حق المصداقية، في حق الرأي والرأي الآخر، وفي حق مهنة نبيلة، وهي مهنة رجل دين، إمام. لأنه الآن الجزئية الثانية، الجزئية الأولى تكلمنا على قضية النصاب، هذا اللي بالنسبة لي أنا نصاب محتال، استعمل بنته في ممارسة النصب والاحتيال والتسول، وهذه يعاقب عليها القانون، هذه نقطة. الآن بخصوص قناة النهار والمنشطة هذه تاع هذا برنامج خليها على ربي، المهنية، أخلاق المهنة، موضوع مثل هذا حساس، ما نجيش أنا نجيب واحد يبكي لي ويتمسكن لي وجايب لي بنته مسكينة معايا قدامي و
ونستعطف في الناس وحقروه مسكين، وبعديك باش نحط نذر الرماد على الاعين، نذر الرماد، نقول باللي وانا اتصل بالامام ونحرج الامام على المباشر، وانا نهضر مع السيد والكاميرا تصور، نعيط للامام ونقول له واش راه يقول، واش راه يقول، نحقق معاه. هذا امر غير مقبول لا من الناحيه الاخلاقيه ولا من الناحيه المهنيه. كان من المفروض على معد البرنامج ومقدمه البرنامج انهم يتصلوا بالامام قبل تسجيل الحلقه ويحددوا معاه موعد، قال اذا كان تقدر الامام تجي دير مناظره مع السيد هذا، تحضر معاه ودير مقابله معاه، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. السيد هذا يراه جاء ويقول كذا وكذا، نسمع من الثاني. الصحفي المحترف والقاضي يسمع من الطرفين. يا اخي هذا جاء قال لك بلاه معماولي عين، نسمع الثاني بلاش نلقاه معماولي زوج عيون. انا جاني واحد قال لي الامام هذا سراق ودالي 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 ودالي، نتصل بالامام نقول له سيدي الامام، يعني مش منطقي من الناحيه المهنيه والموضوعيه انني نجيب واحد قدامي قدام الكاميرا والميكرو يهضر باريحيه ونتصل بالامام زوج كلمات في التليفون ونقول له دافع على نفسك، مش منطقي. علما وان الامام في التليفون كان يتكلم بصدق، وفي الفيديو اللي انا شفته يدافع على نفسه ويتكلم بصدق، نبره صوته تبين انه صادق لا يمثل، بينما النصاب جنيدي العسكري هذا نصاب، الدموع يسيلوا يضرب في يديه وكذا وموكل عليك ربي، سينما فيلم هندي. اذا مقدمه البرنامج هذا تحمل مسؤوليه كبيره وكبيره جدا امام الله سبحانه وتعالى في اثاره الفتنه في المجتمع، تشويه صوره امام يشهد له القاسي والداني بالاستقامه والصفاء. انا ما نعرفوش هذا الامام، اتصلوا بيا ناس ومثل ما قلت لكم اللي خبرني السيد وزدت تحوست وبعد كده زدت قريت ونلقى ناس يشهدوا عليه ويتكلموا كذا وكذا، بعد كده اتصلت بناس سقسيتهم يا ودي هذه القصه تاع الامام، قال لك يا ودي انسان امام هذا مسكين جاي من الصحراء خدام في سطيف صافي صادق يخاف ربي، عمرنا ما سمعنا منه شيء، اول مره نسمعه. اكثر من هذا، هذا الامام قال لك يا ودي امام هذا يا ينتصر للقضيه الفلسطينيه ويتكلم بحرقة عن القضية الفلسطينية في قطاع غزة ويتكلم ويدافع عن القضية الفلسطينية وحتى يدافع عن القضية الصحراوية، وعنده مواقف يعني تجاه القضايا العادلة ومواقف يعني من ناحية الشرعية مش من ناحية السياسية، يدافع عن الناس المظلومين المضطهدين. أنا في الحالة هذه بديت يدخلني الشك، معناتها هذا الغبي تاع جنيدي عسكري تم استغلاله من قبل أطراف معادية لنشاط الإمام، والآن نقدر نقول باللي حتى أطراف صهيونية، كي نقول أطراف صهيونية مش إسرائيل والمغرب، يعني من سطيف، ناس عندهم حقد لهذا الإمام، عندهم مشكل مع هذا الإمام، وقادر يكونوا حتى ناس من الشؤون الدينية اللي غايرين من هذا الإمام وعندهم ضغينة وعندهم حسد وعندهم غيرة من الإمام، حبوا يشوهوا صورته، عمروا هذا كرافي طبعوه باش يشوهوا صورته. كل الفرضيات مقبولة، لأنه هذا السيد جاي من قصر الشلالة لسطيف ما يعرفش الإمام ومن بعد يدور عليه. يا سيدي على الأقل اشكروا أنه جمع لك 26 مليون و700 مرة 6 مليون و700 كما أنت قلت ومرة 20 مليون، كش ما تسالوا كش ما بينك وبينه، لنفترض أنه ادى أكثر، المهم أعطاك 26 مليون، احمد ربي ربي يبارك في 26 مليون هذيك، ممكن تلقى 260، ممكن تلقى مليار و600، ممكن تلقى 10 ملايير تداوي بنتك. لكن مادام بديتها بالخداع والكذب والنميمه وهذا الشقاق، انا نقول لك باللي ما تروحش بعيد، بنتك هذيك خساره فيك، لانه هذيك بنتك بالك ربي يعطيها لك ابتلاء ورزق في الدنيا وفي الاخره، انا تشفع لك في الاخره، لكن بهذا الفعل اللي درته ذاك ضريت روحك وراك شوهت صورة الإمام هذا مسكين اللي هو بريء، وراك قطعت رحمة ربي، معناتها الناس الآن يخافوا ما يديروش الخير. يا ابن عمي أنا جيت ندير الخير نولي كيما يقول لك الناس، نولي في حيس باس، يرفع لي دعوة قضائية وروح لقناة النهار يشوه لي اسمي وكذا وكذا، عيب. هذا البرنامج هذا نتاع هذا خليها على ربي، بصراحة تدخل فيما لا يعنيه وارتكب جريمة في حق الإعلام، ولم يكن موضوع
او لم يكن موضوعي البرنامج او مقدمه البرنامج لم تكن موضوعيه في الطرح. كان من المفروض مثل ما قلت في البدايه تستضيف الامام تعطي له حق الرد في البدايه. قالها وش راه يقول السيد، انت وش تقول هنا؟ مناظره بيناتكم. بالرغم من انه من المفروض المقدمه هذه ما تقبلش الموضوع هذا اصلا، لانه بدون ادله هو راه يقول. الان الطرح الثالث اللي راح نناقشه اللي هو طرح ثالث قبل ما ندخل الموضوع الاعلامي. انا من هذا المنبر اطالب المصالح المختصه، مصالح الامن في سطيف ووكيل الجمهوريه في محكمه سطيف، بكل ود واحترام وانصافا للحق، طالبون بفتح تحقيق، فتح تحقيق معمق في الموضوع وسماع كل الأطراف ومعاقبة المتهم مع إنصاف الضحية. الآن السؤال نجيبه هذا يا جنيدي عسكري، قالوا شكون اللي قال لك الإمام جمع 450؟ إذا كان فيه طرف ثالث هو الذي حرض هذا المواطن جنيدي عسكري، حرضه ضد الإمام، هو اللي يتحمل المسؤولية. دار فتنة، لأنه كلمة 450 مليون هي السر في هذا الملف، هي السر في هذا الموضوع. من أخبر هذا المواطن تاع قصر الشلالة جنيدي عسكري أن الإمام جمع 450 مليون؟ السر في المبلغ، لازم نجبد لنا السيد اللي حرضه. إذا كان واحد ما حرضه من راسه فقط، في الحالة هذه هو يتحمل المسؤولية وهو المتهم الرئيس. الإمام خطأ الوحيد إداريا أنه جمع المبلغ في إطار غير قانوني، سواء 6 مليون و700 اللي سمح لهذا النصاب المحتال أنه يدخل المسجد ويجمع المبلغ وهذا أمر غير قانوني، أو مبلغ 20 مليون اللي جمعه ممكن عند رجال أعمال أو أصحابه في سطيف ورسلوا. في الحالتين هذا ارتكب خطأ إداري بينه وبين الإدارة، يسامحوه ولا يعاقبوه، هذاك مشكلته. لكن من الناحية أنا نشوف الإنسانية، قام بعمل إنساني يشكر عليه، ونتمنى أنه يعني ما يكونش سبب في عزوفه عن فعل الخير، لأنه الخير في أمتي إلى يوم القيامة، الخير يبقى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ما لازمش واحد عملية يعني حالة شاذة ارتكب هذا الأحمق المتاجر بقضية بنته، هذا جنيدي عسكري اللي أنا قلت لكم الأول شفتوا بلي كذاب، ما ارتحتلوش من الدقيقة الأولى، شفتوا كذاب يدير السينما الدموع يمسح فيهم وكذا وكذا، وتحصر وكأنه فقد الورث تاع بويو، بان بلي نصاب. ما لازمش هذه القصة تخلينا نقطعوا رحمة ربي وما نزيدوش نعاونوا بعضنا بعض، لا. الخير كاين والشر كاين، الخير موجود والشر موجود، وهذه توصي للجايه.